بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في هذه المنصة المباركة أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة وسعادة وسرور. ها نحن نلتقي بكم مجددا في مجالس العلم النافع، في هذه الأمسية الثقافية التوعوية الهادفة والرائعة، والتي هي بعنوان قانون وميزان البيان والتبين. فهل أنتم مستعدون لكي تتعرفوا معي على هذا القانون الرائع والهام، والذي هو كفيل بإذن الله عز وجل على تغيير حياة الإنسان لكي ينال أعلى الاستحقاقات في الدنيا وفي الآخرة؟ فكونوا معنا، أهلا وسهلا بكم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى الشريحة التي أمامكم والتي تمثل قانون وميزان البيان والتبين، القانون 33 من هذه السلسلة المباركة. وهذه الشريحة تحتوي على مجموعة من الأسئلة الاستفتاحية: هل فعلا هناك من امتلك مهارة البيان والتبين؟ هل فعلا أنت امتلكت مهارة البيان والتبين؟ هل تريد أن تكون من الذين يمتلكون هذه المهارة؟ هل تريد أن تتعرف على أسرار قانون وميزان البيان والتبين؟ فكونوا معنا، أهلا وسهلا بكم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، قبل أن نبدأ في التعرف على قانون وميزان البيان والتبين، هناك مجموعة من المصطلحات التي سوف تتكرر معنا في هذه الأمسية باستمرار، لذلك يجب علينا أن نتعرف عليها منذ البداية. انظروا إلى الآية القرآنية الموجودة أمامكم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن هناك خطاب للذين آمنوا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انظروا إلى أهمية التبين في هذه الآية التي أمامكم، وأن الله عز وجل سمى ذلك الإنسان الذي ينقل الكلام وينقل المعلومات والأحداث دون تبين ودون تأكد، سماه بالفاسق. وهذا الفاسق قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. كيف يرتقي هذا الفاسق لكي يصبح يعني صادقا، أو يرتقي إلى درجة أن يكون صادقا؟ وذلك من خلال التبين ومن خلال إحضار البينة. فالإنسان الذي ينقل الأخبار يجب عليه أن يحضر البينة قبل أن ينقل هذا الخبر، والإنسان أيضا الذي يتلقى الأخبار يجب عليه أيضا أن يتبين قبل أن يتلقى أي خبر. لماذا؟ حتى يعني لا نقع في الأخطاء ولا نصيب الأقوام يعني بالظلم، ثم بعد ذلك نندم على ما فعلنا. أولا، البيان، ما معنى البيان؟ البيان هو القدرة على القيام بفعل التبين. البيان هو القدرة، وهو القدرة أيضا على الفهم والنطق والإفصاح عما يريد الإفصاح عنه بالكلام الذي أداته اللسان. وكذلك التبين هو العملية والمهارة التي من خلالها نمتلك المقدرة على تفعيل البيان. إذن هناك البيان هو القدرة على القيام بفعل التبين. التبين هو العملية وهو المهارة، وهذه المهارة هي التي نريد أن نمتلكها في هذه الأمسية، مهارة تفعيل قانون وميزان البيان والتبين. إذن التبين هي مهارة نمتلكها، حتى من خلال هذه المهارة نفعل هذا القانون، بحيث تكون الصورة واضحة وكاملة أمامنا قبل اتخاذ أي
قرار، يعني التبين هو العملية التي من خلالها تتم عملية الكشف عن المقصود والإظهار والبيان والتوضيح للوصول إلى حقيقة القول أو الفعل، أو يعني باختصار التبين هو العملية والمهارة التي من خلالها نتأكد من صحة المعلومة. بينما المبين والمبين هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الفاعل الذي يقوم بفعل التبين، وهذا الفاعل هو في البداية الله عز وجل الذي بين لنا الأشياء، ثم نحن بعد ذلك يعني الله عز وجل مكننا من امتلاك هذه المهارة، مهارة التبين، حتى نصبح بعد ذلك أيضا نحن من المبينين أو المبينين لأنفسنا والمبينين لغيرنا. بينما البينة هي الدليل أو البرهان، يعني هي الدلالة الواضحة، كانت عقلية أو حسية، على صدق الحدث، على صدق الواقع، على صدق الكلام. إذن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أعيد مرة أخرى لأهمية هذه المصطلحات. البيان هي القدرة على القيام بفعل التبين، وهذه القدرة على القيام بفعل التبين موجودة عند الإنسان بالطبيعة وبالفطرة، ولكن نحن الآن نريد أن نتعلم المهارة التي من خلالها يعني نتعرف على كيفية تفعيل هذه القدرة على القيام بفعل التبين. والتبين هو العملية والمهارة التي من خلالها نصل إلى الحقيقة والكشف عن المقصود والتوضيح المبهم. بينما المبين أو المبين هو اسم الفاعل الذي يقوم بفعل التبين، والبينة هي الدليل والبرهان على صدق هذه البينة. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى الشريحة التي أمامكم والتي تبين أن المبين هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو صفة لله عز وجل، وهذا فعل لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. النهي عن السرعة في قراءة وتلاوة القرآن الكريم: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أثبت أن البيان يكون في البداية من الله عز وجل للإنسان، لأن الله عز وجل مكن الإنسان من القيام بفعل البيان والتبين، ومن هنا جاء النهي عن السرعة في قراءة القرآن الكريم حتى تتم عملية البيان، يعني كشف المعنى المطلوب من خلال تدبر آيات القرآن الكريم. أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى سورة النور في النص الذي أمامكم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين يعني يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات الغافلات عن فعل الفاحش من المؤمنات، هؤلاء لعنوا. لماذا؟ لأنهم لم يتبينوا من حقيقة ما يرمون به المحصنات. هؤلاء عندما يأتوا يوم القيامة ويحاولوا أن ينكروا فعلتهم، يعني المنبوذة، فعلتهم يعني الفاحشة، ما الذي يحدث؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون. هنا يعلمون أن الله هو الحق المبين، أن الله هو الحق القادر على بيان ما يكتمونه من الحقيقة. لذلك مهم جدا أن نفعل قانون البيان والتبين حتى لا نقع في رمي المحصنات ونقل الكلام الفاحش والبذيء
على الآخرين واتهام الآخرين بما ليس فيهم، ونبتعد عن شهادة الزور، ونبتعد أيضا عن قول الزور. أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى النص الذي أمامكم في سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ربنا من رحمته، هنا يبين ربنا من آثار رحمته علينا أنه علمنا القرآن، وأن الله عز وجل هو خلقنا، خلق الإنسان، وأن الله عز وجل مكن هذا الإنسان من القيام بفعل البيان والتبين. إذن هذا الفعل هو موجود عند الإنسان، وهو من رحمة الله عز وجل علينا، والإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على القيام بهذا الفعل، وهو فعل البيان والتبين. إذن الله عز وجل علمنا هذا الفعل وجعله موجودا عندنا بالفطرة وبالطبيعة، وبقي علينا أن يعني نفعل هذا القانون في حياتنا حتى نصل من خلاله إلى الحقيقة وإلى الصورة الواضحة، وتنكشف لنا يعني الأشياء الغائبة عنا، حتى لا نقع في الخطأ ونتهم الآخرين بما ليس فيهم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لأهمية موضوع البيان والتبين، فإن الله عز وجل سمى سورة كاملة في القرآن الكريم بالبينة، سورة البينة. البينة يعني كما تحدثنا سابقا هي الدليل والبرهان الذي يستند عليه الإنسان للوصول إلى الحقيقة، للوصول إلى الحقيقة. لاحظوا النص الذي أمامكم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منفكين عن هذا الشرك، ومنفكين عن هذا الضلال، حتى تأتيهم البينة. حتى يعني عندما جاءتهم البينة، ما هي هذه البينة؟ وما هو هذا الدليل؟ وما هو هذا البرهان؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. عندما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ومعه البينة وهو القرآن الكريم، ماذا قال عنه؟ فيها كتب قيمة. إذن هذه البينة وهو القرآن الكريم وآيات الله عز وجل، فيها كتب قيمة، يعني قيم يعني ذات قيمة. وهذه الكتب القيمة ذات القيمة هي التي سوف تدخلك إلى الصراط المستقيم، تدخلك إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنها قيمة وذات قيمة. انظروا إلى أهمية يعني الاعتماد على البينة لكشف الحقائق. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لفهم أهمية البيان والتبين، انظروا إلى المعادلة التي أمامكم. ماذا تعني معادلة؟ معادلة تعني أن هناك شيء يسبق شيء، وشيء يقود إلى شيء، حتى يعني نصل إلى مهارة البيان والتبين، لابد أن يسبق هذه المهارة مهارة أخرى، وهي مهارة التدبر والتفكر. ماذا نعني بالتدبر والتفكر؟ يعني التأمل والتفكر على مهل، حتى يعني نصل إلى البيان، حتى نتمكن من البيان وتفعيل البيان في حياتنا، لابد من امتلاك مهارة سابقة، وهي مهارة التدبر والتفكر. لذلك جاء الأمر من الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يجب تكسير هذه الأقفال، ويجب يعني الالتزام بأمر الله عز وجل الذي أوجبه علينا وفرضه علينا، وهو التدبر والتفكر في القرآن الكريم. حتى من خلال هذا التدبر والتفكر نصل إلى مهارة امتلاك مهارة البيان. إذن المهارة الأولى التي يجب علينا أن نمتلكها هي التدبر والتفكر، وهي تعني التأمل على مهل، والتفكر بآيات الله عز وجل، واستخراج المعاني الظاهرة والباطن. هذا يقودنا إلى التبين، وهي عملية الكشف عن المقصود، وعملية الإظهار، وعملية البيان، وعملية الوضوح. عندما يعني تنكشف لنا الأمور
ونصل إلى الحقيقة. ما الذي يحدث؟ البيان يقودنا إلى التبصر، إلى تفعيل البصيرة التي عند الإنسان، وهذه البصيرة الموجودة في القلب هي عبارة عن نور يصدر من القلب. من خلال هذا النور الصادر من القلب يعني تحدث عندنا البصيرة، ويحدث عندنا التبصر. وما هي النتيجة؟ عندما يعني تأتي البصيرة عند الإنسان وينطلق هذا النور الكاشف من القلب، من قلب الإنسان المتبصر، هنا الإنسان يصل إلى موضوع آخر يسمى الهداية. إذا من خلال التبصر تصل إلى موضوع آخر اللي هو اسمه الهداية. وما المقصود من الهداية؟ هي الوصول إلى الإرشاد والدلالة، كيف تدخل إلى الصراط المستقيم. إذا عندما تصل إلى الهداية، من خلال الهداية الآن أنت تدخل إلى الصراط المستقيم. وما هي النتيجة؟ عندما تدخل إلى الصراط المستقيم تصل بعد ذلك إلى النعيم المنشود الذي وعدنا الله عز وجل به. وهذا النعيم هو السعادة والسرور، وهو ثمرة من ثمرات التدين في الحياة الدنيا قبل الآخرة. إذن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه هي المعادلة، وهذه المعادلة واضحة في سورة الفاتحة عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. من هنا تبدأ إياك نعبد، يعني أنت تعبد الله عز وجل وتتلقى الأوامر من الله عز وجل. والله عز وجل أول ما أمرك أمرنا بالتدبر والتفكر. إذن هنا إياك نعبد، أي إياك نستمد معلوماتنا يا الله، نستمدها منك. وأول هذه الأوامر هي التدبر والتفكر، وإياك نستعين. عندما يتم التدبر والتفكر نصل إلى البيان والتبين، البيان والتبين يوصلنا إلى التبصر، تصبح البصيرة عندنا يعني شغالة وفعالة. هذا التبصر يقودنا إلى الهداية. نقول اهدنا الصراط المستقيم، عندما ندخل في الصراط المستقيم خلاص تمت الهداية، حدثت الهداية ودخلنا في الصراط المستقيم. هذا الصراط في نهايته يصل الإنسان إلى النعيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى النص الذي أمامكم والذي يبين ما ذهبنا إليه من أن التدبر والتفكر هو أمر من الله عز وجل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن الذي نتدبره هو بصائر للناس. هذا يعني القرآن الكريم بصائر للناس. لاحظوا، إذا التدبر يؤدي إلى البيان، والبيان يؤدي إلى التبصر، والتبصر يؤدي إلى الهدى، وهدى يهدى الإنسان إلى الطريق المستقيم والصراط المستقيم، ورحمة من خلال هذه الرحمة يصل الإنسان إلى النعيم المنشود. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى النص الذي أمامكم والذي يبين أن تفعيل هذا القانون وميزان التبين، البيان والتبين، من موجبات الانتباه والهداية والاستحقاق العالي. لذلك الله عز وجل بيّن لنا في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا كان مصيرهم جهنم وليس النعيم والسعادة والسرور؟ لأن لهم قلوب لا يفقهون بها، إذا لم يستخدموا هذه القلوب من أجل التبين. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الله عز وجل شبههم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذا ذلك الإنسان الذي يعني يهمل موضوع البيان والتبين هو كالأنعام. هذه الأنعام لا تستخدم القلوب ولا تستخدم الأبصار ولا تستخدم الأسماع من أجل التبين والكشف عن الحقيقة، وبالتالي فإن المصير سوف يكون إيش؟ يعني جهنم، وبئس المصير. كذلك في النص الذي يليه في سورة الكهف قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يعني من هم
أكثر الناس خسرانا في أعمالهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا ضل سعيهم؟ ها، لماذا ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ لأنهم لم يفعلوا قانون البيان والتبين في حياتهم. ما هي النتيجة؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى البلاء المبين وأهمية هذا البلاء المبين في حياة الإنسان، وأن هذا البلاء المبين هو من موجبات تفعيل قانون وميزان البيان والتبين، حيث أن الإنسان أحيانا يكون في ابتلاء سلبي ويريد هذا الإنسان أن يخرج من هذا الابتلاء السلبي، فإذا فعل الإنسان قانون وميزان البيان والتبين فإن الله عز وجل سوف يكشف له كيف يخرج من هذا الابتلاء السلبي. لذلك الله عز وجل سماه في القرآن الكريم بالبلاء المبين. انظروا إلى السورة التي أمامكم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. إذن كانوا في عذاب مهين من من؟ من فرعون الذي يعني استعبدهم وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، إنه كان عاليا من المسرفين. هذا فرعون العالي الذي كان من المسرفين، ما الذي حدث؟ الله عز وجل يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هذا البلاء الذي حدث لهم عندما فعلوا قانون البيان والتبين، الله عز وجل كشف لهم ما هي الطريق التي من خلالها سوف يعني ينجون من بطش هذا الطاغية فرعون الذي كان يعني يقول أنا ربكم الأعلى، والذي كان يذبح الأبناء، والذي كان يستعبدهم، ها، يستعبدهم دون مقابل. أيضا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل البلاء المبين، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لماذا؟ لأنه كان في شريعة الأقوام ما قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقدمون أبناءهم قربانا لله عز وجل، فهنا سيدنا إبراهيم أيضا وقع في هذا الابتلاء، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، استسلم إبراهيم وسليمان، استسلما لأمر الله عز وجل. الآن بسبب هذا البلاء المبين، لاحظوا كلمة البلاء كيف كتبت في هذه الآية، كتبت على شكل يعني همزة فوق، موجودة فوق حرف الواو. إذن البلاء كتبت على شكل واو وفوقها حرف الهمزة، وهذه الكتابة هي كتابة خاصة بالقرآن الكريم، وتعني يعني الواو تعني في الداخل، في العالم الداخلي، أي أن سيدنا إبراهيم تفكر وحاول أن يعني يتدبر ويتفكر كيف يعني يتخلص من هذا البلاء، فجاء الأمر من الله عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. النتيجة إن هذا لهو البلاء المبين، كذلك وفديناه بذبح عظيم. ومن هنا توقف يعني بأمر من الله عز وجل تقديم الأبناء كقربان لله عز وجل، والله عز وجل استبدل هذا الأمر بتقديم إيش يعني الكبش والأنعام التي أحلها الله عز وجل لنا في الذبح كي نتقرب بها إلى الله عز وجل.
أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، انظروا إلى أن تفعيل قانون وميزان البيان والتبين هو من موجبات الحماية من قول الزور. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا جاء الأمر من الله عز وجل على اجتناب قول الزور. لماذا؟ لأنه قول الزور هو قريب جدا 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 من الإنسان، وبالتالي يجب على الإنسان أن يجتنب هذا القول من الزور، وهو قول الذي يقوله الإنسان دون تبين ودون تبصر، وبالتالي فإنه يقع في ظلم الآخرين ويقع في يعني الاعتداء على الآخرين. أيضا انظروا إلى يعني الحالات التي يعني يقع فيها الإنسان في قول الزور، مثلا ترويج البضاعة بما ليس فيها، الذي يروج البضاعة بما ليس فيها هذا يعتبر من قول الزور. ذم الآخرين بما ليس فيهم، يعني عندما يذم الإنسان الآخرين دون تبين. أصلا الذم في الأصل لا يجوز، لكن أحيانا يحتاج الإنسان يعني أن يصف الآخرين عند الزواج أو عند مثلا مشاركة في مشاريع تجارية، وبالتالي يحتاج إلى التبين قبل أن يذم الآخرين بما ليس فيهم. أيضا مدح الآخرين بما ليس فيهم دون تبين هذا يعتبر من قول الزور، ونقل الإشاعات دون تبين، وهذه الإشاعات قد يعني تسبب الأذى للآخرين كذلك، وهو المهم جدا نقل الروايات دون تبين ونقل الأخبار ونقل الإسرائيليات، وخصوصا الروايات والأحاديث النبوية. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إذن هذا الفعل الشنيع، وهو فعل قول الزور، يعني يجب على الإنسان أن يبتعد، أن يجتنبه، أن يعني يكون هو في جانب وقول الزور في جانب آخر، حتى لا يقع في هذا الفعل الشنيع. لذلك يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، والإنسان الذي لا يتبين فقط يقوم بعملية النقل، هو يشارك في عملية الكذب المتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على الإنسان عندما يتبين من أمر معين مثل الإشاعة، فإن الإشاعة سوف تقف عنده ويمنع نقلها إلى الآخرين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أحيانا الإنسان يريد أن يتبين، ولكنه يعني يبذل الجهد، ولكنه لا يستطيع في بعض الأحيان أن يصل إلى درجة التبين من شيء معين. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هنا يذهب يعني لكي يسأل أهل الذكر. أولا يجب على الإنسان أن يبذل الجهد في التبين والوصول إلى الحقيقة وكشف الحقيقة، لكن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة. هنا ماذا يفعل؟ يذهب إلى أهل الذكر لكي يسألهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا خص أهل الذكر؟ من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر هم أهل القرآن. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل القرآن هم الذين يعني فعلوا قانون التدبر والتفكر حتى وصلوا إلى التبين. لذلك قالها: إن كنتم لا تعلمون بماذا؟ بالبينات. إذن من الذي يعلم بالبينات والزبر؟
هم أهل الذكر، هم أهل القرآن، الذين تدبروا وتفكروا في القرآن الكريم، ها، فتبينت لهم الحقيقة، انكشفت لهم الحقيقة. لذلك الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر، يعني هذا الذكر هو القرآن الكريم. لماذا؟ لتبين للناس. إذن لتبين، هذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية إنزال هذا الذكر إلينا من أجل يعني أن نتدبر فيه ونصل إلى مرحلة البيان والتبين. وبعد ذلك عندما يعني أيضا الله عز وجل يأمرنا عندما نتبين من أهل الذكر أيضا إيش؟ ولعلهم يتفكرون، أيضا نتفكر في أقوالهم، نتفكر في إيش؟ يعني في هذا البيان الذي وصل إليه أهل الذكر، ها؟ أيضا إحنا مطلوب منا أن نتبين من هذا الأمر، حتى يعني نكون على قناعة وعلى يقين أن فعلا هذا هو البيان المطلوب. أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، فإن استماع القول، استماع وليس سماع، استماع يعني بذل الجهد في فهم القول الذي نستمع إليه، ها، وبعد ذلك نتبع الأحسن، هو من موجبات تفعيل قانون وميزان التبين. قال الله تعالى مادحا عباده المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لماذا؟ لأن هناك أقوال سيئة وهناك أقوال حسنة، فالذي يستمع استماع يعني تبين وتبصر، ها، يصل إلى الحقيقة، فيستطيع أن يميز بين القول الحسن والقول السيء والقبيح، فيتبع الحسن. وحتى القول الحسن هناك في قول حسن وفي أحسن، يستطيع أيضا أن يميز بين الحسن والأحسن ويذهب إلى الأحسن، ها، ويتبعه. ومن هنا إيش؟ الله عز وجل قال: أولئك الذين هداهم الله. إذا لاحظوا قضية الاستماع والتفكر والتدبر في أقوال الآخرين تؤدي إلى البيان، وهذا البيان يؤدي إلى البصيرة، والبصيرة تؤدي إلى الهداية. والله عز وجل إيش يعني مدح هؤلاء وقال: وأولئك هم أولو الألباب، يعني أصحاب العقول الذين يصلون إلى لب الشيء، إلى حقيقة الشيء، إلى وسط الشيء، حتى يعني تنكشف لهم الأسباب. ولذلك الله عز وجل يعني ذم الفئة الآخرين، الفئة الأخرى التي يعني لا تتبين، وقال: أهم خير أم قوم تبع، اتبعهم تبع، أي الذي يتبع الآخرين دون تبين، دون تبصر. هؤلاء كالأنعام، الأنعام تتبع صاحبها دون تبين وليس لها رأي، فإن قادها صاحبها إلى المرعى أكلت وشبعت، وإن قادها إلى المكان الأرض الجرداء فإنها سوف تجوع وتعطش ويعني تخسر من قيمتها. أيضا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، فإن تفعيل قانون وميزان البيان والتبين هو من موجبات انكشاف الغطاء وتقوية البصيرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك عندما يفعل الإنسان قانون التدبر والتفكر من أجل أن يصل إلى البيان ويصل إلى التبيان، ما الذي يحدث؟ يعني مرة بعد مرة يبدأ هذا الغطاء الذي يعني يسبب الغفلة عن الإنسان، يبدأ هذا الغطاء يزول تدريجيا، يعني يوما بعد يوم، حتى تتكون عند الإنسان بصيرة. لذلك قال: فبصرك اليوم حديد، يعني محدد، يستطيع هذا البصر أن يحدد الخير ويتعرف على الخير ويتعرف على الحق فيتبعه، ويستطيع أن يعني يحدد الباطل ويتعرف على الباطل حتى يجتنبه. طبعا وانكشاف هذا الغطاء بالكلية هو يكون يوم القيامة، لأن الإنسان عندما يعني تقوم قيامته ينكشف هذا الغطاء بالكلية، فيبدأ يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الملائكة على حقيقتها، ويرى الشياطين على حقيقتها. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، الموضوع طويل وما زال هناك نقاط كثيرة حول موضوع البيان والتبين،
ولكن نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذه الأمسية يجب يعني أن نمرن وندرب أنفسنا حتى نمتلك مهارة البيان والتبين، وذلك يكون أولا من خلال النية والدعاء. ننوي من الآن ونقول: ربي إني نويت أن أفعل قانون البيان والتبين في حياتي. وكذلك أدعو الله عز وجل: اللهم بين لي الحق حقا وارزقني اتباعه، وبين لي الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لذلك إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، يجب علينا من الآن أن نتبين من جميع الأحداث التي نسمع بها أو نراها هنا وهناك، حتى يعني لا نكون من الذين يقعون في قول الزور أو اتهام الآخرين بالباطل أو ترويج البضاعة بما ليس فيها، وما غير ذلك من الأحداث التي تحتاج إلى التبين. وندعو الله عز وجل دائما وأبدا: اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إلى هنا انتهت الأمسية لهذا اليوم. ونقول في نهاية الأمسية: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أشكركم إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، على تواجدكم معي في هذه الأمسية الثقافية التوعوية الهادفة والرائعة، والتي كانت بعنوان: امتلاك مهارة وتفعيل قانون البيان والتبين. كما أشكر القائمين على مثل هذه المنصات التوعوية الهادفة والرائعة، والتي فتحت لي المجال لكي أتواصل معكم، لكي نتبادل معا هذه المعلومات القيمة. ويسعدني أن أسمع منكم آراءكم واقتراحاتكم وأسئلتكم، وكذلك أنا أستفيد منكم، وكلكم قامات وهامات علمية رائعة، أفتخر في تواجدي بينكم. بارك الله بكم جميعا، مشكورين ومأجورين.